يتساءل عن القصف والإصابة ويبحث عن إجابة. الحاج محمد سعيد الهادي: قصفت ميليشيا الإنقلاب المتمركزة في العرفاف منزله بقذيفة دبابة. والواقع على مداخل يعيس بمريس في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ما تسبب في أضرار بالغة بمنزله وإصابته بجروح بالغة، لينزح أولاده عقب القصف إلى أماكن آمنة، لكنه رفض المغادرة وقرر البقاء متحديا آلة الموت الحوثية. حدث يوم قبل على حرب يعيس، ضربنا بالدبابة بعد المغرب طويل وإحنا داخل الديوان، هيا ضربوا، لا عندنا لا مركز ولا موقع ولا أي حاجة، لا ضربونا عدوان وضربوا البيت كلها، وهذا البيت هيموه. قذائف ميليشيا الحوثي وصالح تحقق أهدافها كل يوم، فمن لم يسقط شهيدا أو جريحا. تضرر منزله وتولد الرعب بين أفراد أسرته. الرحبة وسوًا ويعيس ورمة أكثر القرى تضررًا. بالله عليكم اقصفوا المنازل حق المواطنين بهذه الصواريخ حق الكوادي. هذا عمل الميليشيات الإجرامية الصفويين. كلهم مدنيين نتيجة قصف الميليشيات على منطقة مريس. نطالب المنظمات العالم المنظمات الحقوقية والعالمية أن توثق ذلك، ونحن عندنا توثيق ذلك. الميليشيات ومن مدينة دمت كثفت في الآونة الأخيرة قصفها على الأحياء السكنية، قصف أدى إلى تعطل أعمال 1200 أسرة، وصارت تعيش وضعا إنسانيا صعبا بحسب إحصائية حقوقية. الأمن الغذائي والأمن الصحي أصبح في تدهور مستمر جراء الحرب العبثية التي تشنها هذه الجماعة على هذه المناطق. المدنيين أصبحوا يفتقدون لممتلكاتهم لمزارعهم. قصف مستمر للأحياء السكنية، والحصيلة شهداء وجرحى مدنيين ودمار للمنازل وترويع الآمنين، ليضاف ذلك إلى مسلسل جرائم الإنقلابيين. من منطقة مريس، عبد العزيز الليث، ليمن شباب، الضالع.